أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أشاد بختمة وعطاء سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مجال التربية والتعليم، والذي ساهم بأفكاره ومبادراته بالارتقاء بالعملية التعليمية والتعلمية في المملكة، والارتقاء بها وصولا إلى بناء قادة من الطلاب والطالبات المتسلحين بالعلم والمعرفة والتربية العالية، وبناء أجيال متعاقبة على حب التعلم والمواطنة الحسنة، مؤكدا أن سعادة وزير التربية والتعليم حريص على تطوير التعليم في المملكة والمحافظة على المال العام ومصالح المملكة، وهذا ليس بغريب على سعادته الذي يواصل مسيرة عمله بكل إخلاص في سبيل نهضة التعليم في المملكة. وثمن سموه استجابة سعادة وزير التربية والتعليم السريعة لتنفيذ مخرجات قمة الشباب 2018، والتي أقيمت برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال إلغاء الواجبات المنزلية وجعل الواجبات المدرسية جزءا لا يتجزأ من الحصص الدراسية، بالإضافة إلى مبادرته بفتح المجال للاستفادة من المنشآت الرياضية في 212 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يمثل سابقة متميزة في العمل الحكومي والتكامل المستمر في سبيل رفع شأن الشباب البحريني ضمن أهداف ومبادرات فريق البحرين. وبين سموه أن مبادرة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي والتفاعل الإيجابي من قبله مع مخرجات قمة الشباب كانت رائدة، وقال سموه: بدأت ملامح التفاعل مع توصيات ومخرجات قمة الشباب في الظهور من خلال اعتماد وزير التربية والتعليم لمبادرة القمة والتي تتوافق مع استجابة، الأمر الذي يمثل حدثا هاما في تاريخ تطوير الحركة التعليمية في المملكة، بالإضافة إلى منح الطلبة والطالبات فرصة حقيقية من أجل ممارسة أنشطتهم وبرامجهم المفضلة وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من المنشآت الرياضية في تلك المدارس. هذا وكان سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم قد اجتمع مع سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة بناء على الدعوة التي قدمها سعادة وزير التربية والتعليم، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة استفادة وزارة شؤون الشباب والرياضة وشباب المناطق من المنشآت الرياضية في المدارس، بالإضافة إلى التنسيق المشترك فيما يخص بناء وتشييد الصالات الرياضية متعددة الأغراض والملاعب الكروية. وبهذه المناسبة أعرب وزير شؤون الشباب والرياضة عن تقديره الكبير للتفاعل الإيجابي من قبل سعادة وزير التربية والتعليم لمرئيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع توصيات قمة الشباب، والتي أوصت بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين وتأطير هذا التعاون للاستفادة من المنشآت الرياضية في المدارس الخاضعة لإشراف الوزارة، الأمر الذي يؤكد اهتمام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي بالارتقاء بمهارات الشباب البحريني وفق رؤية حديثة ومثالية يكون التشارك فيها بين الجميع بما يتوافق مع أهداف ورؤية فريق البحرين.